طيب الأوامر اللي بتدخل الوالد بالله ذا كيو هي المجموعة اللي على السطور. طبعاً دي أغلبها مهارات بتعلمني في شنو، تعلمني شلون أنا أتحرك داخل النظام وشلون أنا أستعني من النظام. يعني بالعربي أنا بدل ما أبحث عن بيانات من جوجل عشان أستخدم النظام بطريقة استخدام النظام أو أستخرج أوامر من النظام، أنا من نفس النظام يعطيني مانيوالز يخليني من خلاله استخدم واستخرج بعض الدوال او بعض الكوماندز اللي انا احتاجها في تطبيق امر معين. الكلام اللي نقوله هذا الجزئيه النظريه، تمام؟ فمع بعض نبغى نشوف بالترتيب امر امر. اول شيء امر ديت اتوقع اغلبكم مستخدمه، تعرفون شنو؟ لما بستعمل شنو؟ تاريخ او وقت للنظام مثلا، أو قلت لديت يعطيني الأوتبوت التالي. طبعاً دي يعتمد على الزون اللي تم إصدار الديستريبيوشن عليه، تمام؟ مثلاً لو تم إصداره في الزون حقه في أمريكا راح يعطيك التايم حق شمال أمريكا مثلاً. هل نقدر نغيره؟ نعم تقدر تغيره. طيب المان اختصار مانوال، وهي الدالة اللي شغلنا كله تركيز عليها. طيب المان في حال ان مثلا انا احتاج امر معين بس ماني بعارف الامر قاعد ينفذ لي او شو يسوي لي، شو المهم احتاج عنه بيانات. المطورين جاوا شو اللي سووا؟ طبعا المطورين حقين يونكس، مو احنا قلنا لينكس هو عباره عن لينكس لايف. فمطورين يونكس جاوا سووا؟ سووا لنا مانيوالز وحطوها لنا في دايركتيف. طيب المانيوال ايش حق شنو؟ قالوا كل امر احنا راح نطوره راح نصنع له مانيوال بحيث انه يكون مرجع لاي واحد في حال انه احتاجه. طيب تذكرون الدايركتريز اللي قلت لكم في البدايه؟ ما كان عندنا 8 دايركتريز مستخدمه، وكل دايركتري في مجموعه من الاوامر، لان اغلب الاوامر موجوده في البن دايركتري. المانيوال راح يستخرج لك من هالثماني دايركتريز الأوامر ومعلومات عنها، فتقدر أنت تستخرج معلومات أما بيجز يطلع لك أحياناً 50-60 صفحة لأمر واحد كلها معلومات، أو أنك تستخرج معلومات بسيطة، أو أنك تستخرج مثلاً طريقة كتابة الأمر الفورم حق الأمر، فيعلمك كل شيء تحتاجه عن نفس الأمر. مثلاً لو أنا مستعلم عن صفحة المال نفسها راح يطلع لي معلومات كثيرة عن نفس صفحة المال. طبعاً الصفحات كثيرة واللايدز اللي موجودة اللي تفتح لي هنا أيضاً كثيرة، فيفترض أني أتعلم طريقة أني أبحث في وسط المانيوال. مو معقول بجي بقرأ في المانيوال، فأنا مثلاً أبحث عن شغلة معينة فأحتاج إلى أدوات تساعدني في التنقل وفي البحث داخل المانيوال، تمام؟ طيب يقول أول شيء لو بطلع من المانيوال شغلة كيو، هذا اول شيء انا احتاج اني اعرفه. كيو على طول يطلع لي المانيوال. طيب طلعني من المانيوال، لو رجعت مره ثانيه قلت له مان مثلا قل اس نستعلم عن الامر قل اس، شو اللي يعطيك داخل؟ يعطيك اول شيء الاسم ال اس هو شنو، يعرفني اياه هو شنو، اختصار للذس دايركتري كونتنت، هذا اللي يسوي لي اياه. طيب السينبوسس هو طريقة التعامل مع الأمر، كيف أنا أصنع الأمر وكيف الفورمات حقه يعني. لما يطلع لي براكتس مثلا طلع لي هنا أوبشن وفايلز بين براكت، معناته هنا مخيل، أنت عندك خيارات، تمام؟ أنك إما تقدر تحط أوبشن أو تقدر تحط مثلا أرجيومنت مثل الفايل هنا ذي أرجيومنت، تمام؟ فأنا مخيل ممكن أستخدم الحالة من غيري لان ذو قاعد يعلمني هو انه بين براكتس معناته مش ضروري، ولكن احيانا اشوف يطلع لي الخط بولد اللي يكون سميك عريض، يقول لا لابد هنا تكتبه مثل ما هو، لابد تحط الامر بهالطريقه ما تقدر تغير فيه ولا شيء لما يكون بالبولد، فيعطيني ابدا يوضح لي الخيارات اللي ممكن اكتب فيها نفس الامر. تحت طبعا يعطي خيارات اخرى تقدر تستخدمها مع الامر، تمام؟ احنا ذكرنا قبل تذكرون قلنا لما ابغى استخدم حار
فأنا أستخدم معاها داش واحد لما بستخدم الكلب وهي الكلب اللي هنت عادل الحاصل لها. لما بستخدم كلب مش أستخدم إياها داش داش دبل داش في لينكس كله عارف اختصار يكون لكلب فبمكانك تستخدم حرف يكون داش وعرفوها أنك لو تستخدم كلب كامل لونج وور استخدم داش دبل داش. أيوة. طيب شلون أتنقل؟ في عندي عدة خيارات للتنقل طبعا كثير خيارات مطولين حقه وكثير خيارات فأنت تشوف شو اللي ناسي تمام؟ مثلا أنا أقدر أنتقل سطر سطر تحت وأقدر أنتقل صفحة صفحة من خلال سبيس. طيب أبي أرجع أنا لبداية الصفحة أو لنهاية الصفحة من خلال جي وكابيتال جي. الكابيتال جي شو يسوي لك؟ لو قلت مثلا جي يوديك لبداية الصفحة الأول سطر جابينها الأول سطر إذا قلت جي. لو أقول لك كابيتال جي يوديني في آخر سطر خلاص ما بقدر أقدر أنزل. فأنا أقدر أنتقل إلى البداية ما. يعني كأنه في الكيبر تضغط موم وإن تمام؟ طيب أنا عندي سطور كثيرة هنا والصفحات كثيرة أنا أبغى أبحث عن شغلة معينة مثلا أبي أبحث إتش مثلا وين؟ شو اللي قلت؟ أي شيء شو أنت تبحث عن؟ أنا أبحث عن وين؟ أقل بحث ما عندنا في الرؤوس وين؟ مثلا فايل مثلا طلع لي هنا حدد لي فايلز في المانيوال كامل. طيب كيف اتنقل؟ انا عارف ان في كل الصفحات فيه فايل 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 انا ابي انتقل ابغى يفلتر لي ابي انتقل من فايل الى فايل واشوف شو الفايل اللي المعلومات اللي انا ابغاها عليه فابغى انتقل فقط بين الفايلز. اما تضغط ان ينقلك تحت للنكست ان اختصار نكست ينقلك من نكست او تقول له كابيتال ان ينقلك بريفيس اللي قبله تمام. فإذا الام سمول يوديك تحت والام كابيتال يوديك فوق عكس المساعد الجي. الجي سمول وين يوديني؟ فوق. الجي كابيتال يوديني تحت. الجي مش موجود عندكم ما ضبطها سواها حسين ما ضبطها لكن مختلف انك تستخدمها. طيب في عندي اتش يطلع لي صفحة الهوم يطلع لي مختصر عن الهوم. شنو الخيارات اللي بإمكاني إني أستخدمها؟ مثلا كل هالخيارات دي تقدر تستخدمها حق شغلة واحدة تمام. مثلا هنا إحنا شو استخدمنا مساعدة كابيتال إن صح؟ المنهدفات هو عبارة عن شيفت أربعة بسميها هات شو اللي يسوي لي؟ يقول لي فورورد وان لاين اللي هو يوديني للنكست النكست سيرت مثلا. طيب شو الخيارات الثانية؟ كل دول خيارات مختلفة كلها مطورين سووها وعطوها لنا تمام؟ أيضا هنا في مطورين سووا لنا وعطونا عدة خيارات تعمل لي أمر واحد. أيضا هنا عدة خيارات تعمل لي أمر واحد فأنت تشوف اللي ناسه في الأخير أنت تبغى أوتبوت تبغى أكشن تمام؟ طيب شو رأيك صحيح؟ كيف؟ إيه كلهم يسوون لك نفس الوظيفة. عادي أي حرف تسويه سوي. طيب شلون أطلع من الهول؟ كويت ورجع لصفحة. وهذا شو ما نفعله؟ أو كلمة. الكلمة سلاش اللي فورورد سلاش وتكتب الكلمة اللي أنت تبغاها. طيب. أنا ما أطلع من الهول بس. كيف؟ كيو. الهول لا أضغط إتش. ودي كلام. أطلع من يطلع. يطلع من صفحة الهيل إلى المنيو. طيب هو طلع مرة ثانية من المنيو. كيو. عندنا طيب عندك المان. قال المان مثلا 11 كي. عندنا باسورد. طيب. أنا الآن بحثت عن أمر معين باستخدام ما لكن حددت له داش كي يعني قاعد أقول ابحث لي شو الأوامر اللي ممكن إنها تطبق مثيرة للباسوردات
وتتقاطع في الدايركتريز كلها حق المانوال كلها. لذلك شوف يطلع لك ارقام هنا مثلا يقول لك هنا التشينج ذا تشينج امر تشينج حق تقدر تسوي صلاحيات من خلاله موجود في الدايركتري الاول، ذا موجود في الدايركتري الثاني او الثامن عفوا، ذا في الثالث، ذا مثلا في الاول، فيطلع لك معلومات عن دايركتريز وامر. طيب نجي الى انفو، شو يطلع لك من اسمها؟ انفو طلع لك انفورميشن عن نفس الامر ده شبيه للمانوال ولكن هنا مختصر كيو ابل. طيب الهوب استخدمناها، البعض استخدمناها قبل داش داش هوب ماذا تبغى انت عندك امر معين تبغى تشوف شو الخيارات اللي يطلعها لك تمام استخدمناها اغلبنا. لوكيت شو اللي يسوي لوكيت؟ شنو اسمه؟ يكتشف الموقع يطلع لك يكتشف لك مسارات حق مثلا مجلدات او ملفات معينه تمام. مثلا لو اقول لك مثلا لوكيت نبحث عن ملف معين مثلا ملف ذا ملف نصي موجود عندنا في هنا في النظام في نفس النظام حق سيسكو طلع لي المسار حقه وين موجود ذا؟ في الدي شو اسمه المستندات موجود داخل الديكيمنتس. لو ادخل على الديكيمنتس هذا هو موجود عندي هنا تمام. فاللوكيت تسوي تبحث تطلع لك وين مسارات الملفات، مسار ملف معين مثلا تبغى تطلع وين مسارة تروح لمثلا عليه اي شيء. لوكيت تكتب له اسم فايل معين. طيب انا ما كتبت له اسم فايل لوكيت يقول لك شو اللي تبي؟ عبرت نوعه فلازم تحدد له شيء معين تمام. وهذا الاشياء اللي راح نختبر فيها الشغلات دي طبعا كلها مهارات معينه. انا كان ودي سيسكو تحط لنا اشياء قبل الشيء اللي هو اوامر التجربه السابعه، يفترض ان ناخذها قبل لان هي الاوامر الاساسيه اللي تتكلم في التنقل تتكلم في العرض والشغلات دي، ولكن لعل سيسكو تبغى اول شيء تعلمني كيف نستخدم النظام، شنو المهارات اللي نستخدم فيها النظام، وبعدها تدخل في شغلات تنقل التنقل والاستعراض تمام. عرفنا الامور ذي؟ يسوي عليها؟ نعم. المانديت يستعرض لك انفورميشن معلومات عن نفس الديت ولكن من وين؟ من المانوال حقه. طيب اذا حطيت اتش اذا حطيت اتش يدخلك على الهلب. ليه؟ الهلب داخل المانوال انت تبغى مساعده، تبغى شيء يساعدك يختصر لك اللي هو معلومات معينه للتحرك. شلون انا استخدم الحروف؟ فيطلع لك صفحة مساعدة هلب هو الاتش اختصار الهلب، طلع لك صفحة مساعدة وكل الخيارات اللي بامكانك ان تكتبها مثل ما استعرضناها من ساعة. مانديت نجي اتش هنا مثلا قاعد يطلع لك ان كل ذي خيارات بامكانك تستخدمها لعمل اكشن مثلا، ذي خيارات تستخدمها لعمل الاكشن ده. واضحة؟ اذا حطيت كيو يطلع باختصار كويت يطلعك من الهرب لانك داخل على الهرب وسط المنيو. واذا اذا بطلع منها كامل كيو مره ثانيه يطلعك من المنيو. كيو يعني مرتين؟ ايه كيو مرتين لما تكون داخل الهرب لانك داخل شيء وسط شيء. خلاص السؤال ثاني؟ يلا بدوا طبقوها واللي خلص خلص. يا شباب تغيرون اي كلمه اي شيء اللي تحت نقاط تقدر تغير اي شيء هذا متغير بالي تمام. ذي مهمات انك تسوي لها تسوي سيرش حق كلمه معينه حق شيء معين داخل المنيو. فكرة تكتب فايل احيانا شو ما يطلع فيه
في المانيوال احيانا ما يطلع سكه وشو تبحث عن شيء اساسا مو موجود في المانيوال حق الكمان نفسه مثلا موجود في كمان ثاني بس حتى الشباب فيرتشوال ما بشوف
ممكن اسبرها خلاص داخل الماء لا داخل الماء دخلت داخل الماء تكتب لها زين تكتب اي فايل مثلا او اي كلمه خلاص استاذن لانها يمشي خلاص.